زميلنا هادي حضر لنا التقرير هذا، خلونا نشوفه مع بعض. الأضحية هي واحدة من شعائر الإسلام اللي بيتقرب فيها المسلم إلى الله. بيتم ذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد لآخر ساعة من نهار آخر التشريق، وبينتهي وقتها بمغيب الشمس بيوم 13 من ذي الحجة. للأضحية شعائر وأحكام، من التسمية والتكبير قبل الذبح، ولازم تكون الأضحية من الأنعام، أي ليست من الطيور ولا الأسماك، وأن تكون شبه خالية من العيوب المانعة. تكمن أحدى العادات بأن الرجل الأكبر بالعائلة هو من يقوم بذبح الأضحية بنفسه بعد عودته من صلاة العيد. بعد ذلك يقوم بترتيبه وتقسيمه بشكل متساوي ليوزعه على الأقارب والمحتاجين. بعود أصل الأضحية لرؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام وافتدائه بذبح عظيم. صار الخروف رمز لعيد الأضحى المبارك، وصارت الأضحية إلى جانب الروحاني والديني رمز لجمالية وحب العيد. بدنا نروح هلا لمدينة حلب ونتعرف كيف كانت أجواء العيد هناك. خليكم معنا. ولا بيت كل شيء نلعب. يوم أول يوم. مبسوطين كثير. يلا مين حبي يحكي. الله عم لعب شحنات فرحانين كثير لأنه يوم أول نهار العيد. هلا حلب حصل صح؟ صح. شو شايفين الجو؟ منيح. أجواء الحمد لله الساب خير الحمد لله، بس ما مثل ذاك العيد. ذاك العيد اللهم صل على النبي زحمة، بس هالطيران ما خلى حدا، طفش العالم كله، صواريخ وبراميل كل شيء، ما خلى صواريخ ما شلف علينا. الله ينصرنا بجال حبيبنا محمد. الأطفال لبست ثياب جديدة ونزلوا على العيد وحتى على الجدحانات وعلى القلبات ومبسوطين، يعني رغم الحصار اللي احنا فيه الحمد لله رب العالمين عيدنا وانبسطنا وما نسئلين عليهم وحصارهم الحمد لله رب العالمين. حتى رغم قصف الشديد ورغم الطيران وحتى يعني ما خلصنا من روسيا وطيران الأسد، اجانا طيران التحالف اللي عم يقصف المدنية وغيره وغيره. الحمد لله رب العالمين، الأولاد فرحانة ومبسوطة ونزلوا على العيد الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله رب العالمين، معيدين والحمد لله رب العالمين، مبسوطين وماشي الحال الحمد لله. يعني رغم ان حلب محاصرة شلون شايف؟ والله الحمد لله رب العالمين، بدها حمد وشكر ولا بد يفك الحصار. يعني بدنا نضل محاصرين؟ لا ما راح نضل محاصرين، بده ينفك الحصار عننا، يعني لا بد ولا غني عنه. بدنا نروح لدرعا لعند مجموعة من الشباب بمحافظة درعا، سعوا لإنشاء مركز لألعاب الأطفال حيث اجتمع أعداد من الأطفال ليلعبوا رغم رفض عدد من الأهالي إرسال أطفال خوفا من قصف النظام. وراسلنا باسل أبو يوسف زار المكان ونقل لنا هاي الصورة.
نحب العيد بالمرجيحة والنطيطة والدويخة وأمورنا مليحة. الحمد لله مكيفين بالعيد، نلعب على النطيطة وعلى المرجيحة وعلى كل شيء وعلى الحصان. هذا أقل شيء نقدمه للأطفال في سورة في مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذه صناعة يدوية نقدمها للأطفال في عيد الأضحى. يعني مثل ما شفنا بهاي الصور اللي انعرضت اللي اجت لنا من الدرعة، كمان هذا الشيء بياكد اللي شفناه قبل شوي بحلب بنتا، هي اصرار الناس ورغبتهم بالاحتفال بعيد الاضحى المبارك. هاني نعم، لو انت كنت واحد من هالمجموعه الناشطين اللي عم بيحاولوا انه يعملوا هالمنتزه للاطفال ليرجعوا الالعاب، انت شو اللعبه اللي ممكن تكون من الالعاب اللي بتحب انك ترجعها او انها تكون بهالمنتزه؟ انت ذكرتيني بايام الطفوله. ايام الطفوله، ايام الطفوله. يعني يعني اكيد هاي المراجيح اللي عم بيلعبوا فيها، يعني اكيد. هلا مثلا بحمص كان كثير، مثلا في شغله كثير ظريفه كان فيها اللعب بالاحصنه، كان كنا نشوف الأحصنة بيجيبوها بالعيد، هاي من ذكرياتي أنا بالعيد بحمص، كان وقتها والأحصنة بتصير هيك بتركب حصان وبتتفتل بالشوارع، هاي من الشغلات اللي كانت مثلا مشهورة بيلعبوا فيها الأطفال، وكان دائما يعملوا خلينا نقول مثل هيك مدن صغيرة ترفيهية للأطفال بالحدائق العامة وهيك. حلو كتير، أنا يعني كمان بفضل هيك نفس الشيء يكونوا الألعاب القديمة اللي نحن كنا نلعبها يتعرفوا عليها كمان الأطفال بهاي الأيام حتى تزيد الفرحة عندهم. طبعا رأي بعض السوريين متواجدين في الأردن عن أمنياتهم بالعيد رح نتعرف عليه كمان بتقرير آخر، خلونا نتابع. هو العيد نفس العياد كل المرات، كل شيء عيد، ولا برات بلد الإنسان ما عنده عيد، أن العيد العيد ببلده مع أهله مع ناسه مع قرايبينه مع أحبابه، بروح بشوف أصحابه بشوف قرايبينه. هون لا فيك تروح لا فيك تجي، كل واحد بديره كل واحد بجهة، ومعيشة صعبة يعني. هون ما فيك إنه تتكلم مثل ما كنا نتكلم في سوريا، نجيب الحلويات نجيب الألبسة نجيب الأضحيات. ما نحاسين بطعمة عيد، كل شيء نحن بعيدين عن هالبلد. ما عيد شو عيد وقت ما بترجع بلدنا. شو ذكرياتك عن العيد بحمص؟ من أجمل الذكريات، عشنا طفولتنا وحياتنا وشبابنا وراح نختير ونحن بحمص. من وين من حمص؟ من الحي عشيري. إن شاء الله أنه الله سبحانه وتعالى يكون يعني قبل ما يجي عيد الجاي نكون بحمص، ونتهيأ لعيد الجاي نكون بحمص إن شاء الله. والحلول هاي الحلول يعني إن شاء الله أنه تنحل وتتيسر الأمور ويرجع كل مين على بلده، لأنه حاجتنا يعني صار في ذل صار في حرمان صار في كل شيء. ما عندنا عيد الحمد لله ولا منعرفه، هاي احنا شوفت عينك بالشغل ولا منعيد ولا بشي الحمد لله. طب ليه ما بتعيد؟ أهلك وين؟ أهلي بأمريكا. طلعوا هجرة؟ طريق. أنت مفكر أنه تطلع؟ ليه ما طلعت معهم؟ ظروف ظروف وأسباب، كل واحد له أسبابه الخاصة. طب أنت بالنسبة لك ليش ما في عيد؟ غير الشغل يعني؟ أنا بلدي خربانة وواقعة وشغلاتها كلها والعالم عم بتموت وبدك يانا نعيد، ما بزبط. طب أمنياتك؟ والله غير أن نرجع بلادنا بس، هاي أمنيتنا الوحيدة. بتفكر بالهجرة؟ يعني تروح لعند أهلك؟ لا لا ما بطلع، هيني هون، يا هون يا بسوريا، بس يا بالأردن يا بسوريا. عيد الأضحى معروف بالأضحيات، عم بتضحوا؟ يعني في إمكانيات للضحوا وفي إمكانيات لتمارسوا عشائر العيد شعائر العيد؟ هلا بسوريا أكيد كان في هذا الحكي، بس هون في الأردن لا. يعني شوفت عينك شغل، وأنا لحام يعني بشتغل، يعني بضحي في العيد بطلع بضحي يعني، بس الظروف وكذا ما بتسمح لنا نشتغل وكذا.
طيب انت بما انه مهنتك لحام، عم تقدر انت تشتغل لحام هون بالاردن؟ لا، مو بدي تصريح عمل وهيك، وانا اهلي كلهم سافروا تهريب وضليت لحالي يعني، وبخاف انه ما امسك انه ما معي تصريح وكذا، اتسفر عندي اولاد وعندي عيال وعندي. شو امنياتك للعيد لسوريا؟ ارجع سوريا بلدي، انا عندي محلات وعندنا كل شيء هنا في سوريا، وعندنا رزق وعندنا يعني شوفت هناك، بتعرف يعني الواحد انه يعني بيجي بلد غريبه، بلد غريبه ما بحسن يشتغل فيها شيء يعني، نحن الحمد لله يعني مبسوطين هون وكل شيء يعني، بس انه يعني غير الواحد بلده بعيد الواحد بلده كل قرايبينه حوالي كل عيلته كل كذا، يعني انا كل واحد اختي بالمانيا، ابي بهولندا، اخي بامريكا، ما في غير انا لحالي هون في الوطن. والله امنياتي للشعب السوري انه كل واحد يرجع تخلص الازمه بسوريا، وكل انسان كل واحد مهجر يرجع لسوريا ويرجع لوطنه، وهذا اللي بتمناه يعني للشعب السوري يعني اللي تشرد لبرا. انا يعني ما بنظره انه يطلع لبرات برات بلده يعني، ونحن الازمه هي اللي صارت فينا غصبا عنا انه طلعنا برات سوريا يعني، وبيتمنى الانسان كل واحد صغير وكبير يعني يرجع لوطنه ويرجع يعيد العيد بسوريا. بس ان شاء الله بتنحل الشغله ويكونوا بخير كلهم، ويكون انا يعني جنب بشوف اهلي اخواتي كلهم، اخواتي بسوريا انا محاصرين. ايه امنيتي يعني انه نلتقى ونخلص من المشاكل هاي كلها. قدي صار لك بالاردن؟ صار لي 3 سنين ونص. والله ظروف صعبة كتير، بتعرف العالم في محاصرة بحمص كتير وهيك يعني، وبنتمنى ترجع سوريا يعني أحسن من قبل بكتير إن شاء الله، مشان العالم ترجع كل تلتم على بعض إن شاء الله. عم تقدر يكون في عندك فرحة بكل الأعياد اللي مروا عليك وبهذا العيد؟ أكيد لا، كونوا بعيدين على الأهل وبعيدين على الحبايب والقرايب يعني. إحنا من شعب فلسطين بنوجه لهم أحلى تحية، وإنتوا ناس والله برتفع فيكم الراس، والله يشيل هالشدة كلها عنكم. أخوكم من فلسطين. وهلا رح ينضم لنا من الكويت ونرجع مره ثانيه على الكويت بمحاوله اكيد ثالثه واخيره عبر الاقمار الصناعيه مع رسام الكاريكاتير العالمي علي فرزات. كل سنه وانت سالم استاذ علي. وانتم سالمين، اهلا وسهلا. احنا كثير مبسوطين. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير يا رب. احنا كثير مبسوطين انه سمعنا صوتك. اي خلي لي اياكم، ربنا هيك يجمعنا عن قريب على الخير والمحبه. سيد إن شاء الله. استاذ علي، على مين بتحب تعايد اليوم بمناسبه العيد الاضحى؟ اولا الرحمه لكل الشهداء الابرار والاحرار. آمين. والرحمه كمان لكل من ضحى يعني في سبيل الوطن، والشفاء للجرحى، والصبر لاهل المخيمات واللاجئين. وان شاء الله هيك باذن الله يعني عن قريب تنفرج الازمه وبتنحل، وبيلتم الوطن مع احبابه ومع شعبه من اول وجديد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. استاذ علي، بما ان انت لحضرتك موجوده بالكويت، شو اكثر شيء بتفتقد له بهاي اللحظات عن العيد بسوريا؟ يعني بخلال وجودك بالكويت شو في هيك مفتقد له، شيء شغله هيك مفتقد لها للعيد بسوريا؟ يعني صعب الواحد يلم بكل التفاصيل، بس بشكل عام يعني ما في أغلى من الوطن، ما في أغلى من العيد بالوطن، بنفس الوطن، بنفس الأماكن والساحات اللي بتصير الذكريات اللي بتخليك يعني. هو الوطن مجموعة أشياء كانت في الذاكرة في الماضي وفي الحاضر، طبعا هاي كلها بتجتمع بلحظة واحدة، بتصير مثل فلاش كاميرا يعني بتلمع هيك بلحظة من اللحظات أثناء ما بيلتقى المواطن مع وطنه ومع أحبابه ومع أصحابه ومع أهله. يعني لا شك بأنه في كل جزء من سوريا فيها عشق لذكريات معينة حلوة. أكيد أستاذ علي. أستاذ علي، أنت من الرسامين الكاريكاتيريين المختصين أكيد برسم خصوصا الوضع الحالي اللي عم بيكون بسوريا. خلال الخمس سنوات أنت عبرت عن الوضع، كان في ضغوطات، كان في يعني كان في ممارسات لضغوطات حتى تخفف من حدة رسوماتك وحدة الشغل؟
بالنسبة لي ما كان يعني عندي أنا كنترول بهالمسائل هي غير كنترول الوطنية يعني. بالمناسبة يعني أنا لا أنتمي لأي مع احترامي لكل الأحزاب ما يعني ما انتميت لأي حزب إيديولوجي سياسي أي شيء من هذا القبيل إلا للوطن وللناس. فلذلك كان الكنترول الوحيد اللي عندي هو حب الناس حب الوطن وضد الظلم ضد القمع ضد الديكتاتورية ضد كل مظاهر العنف ضد كل مظاهر التسلط والفساد. فمن هذا المنطلق انطلقت برسوماتي وطبعا دفعت الضريبة لأنه مجموعة أو مافيات الفساد لا تسمح بظهور بوادر الخير يعني في أي مكان ما تسمح يعني للزهور تنبت نهائيا طبعاً. فدفعنا الضريبة من أجل هذا الموقف يعني. نعم أستاذ علي. أستاذ علي مثل ما بتعرف اليوم يعني رئيس النظام السوري بشار الأسد راح زار داريا وصلى العيد صلاة العيد بداريا. هذا المشهد اللي شفناه اليوم أنت كيف كان ممكن تعبر عنه ولا عبرت عنه فعليا أم لسه ما عبرت عنه؟ شو ممكن تعبر عنه بأي طريقة؟ خلينا نقول عزيزي يعني لأقول لك الخوض بالتفاصيل ما كثير مهمة بقدر ما في أمام يعني حدث هام وكبير وجلل أمام كارثة يعني. اليوم الوطن مسروق، اليوم الوطن منهوب، اليوم الوطن عم محتل. فهي التفاصيل الصغيرة يعني واحد يعني شيء طبيعي بدها تجي بسياق هذا الكم الهائل يعني من الكوارث. فأنا بعتبرها يعني شيء تفصيلي والوقوف عندها كأنه بلهيك عن الشيء الأساسي يعني اللي هو الوطن، هو ما يحل اليوم من كوارث. اليوم البراميل أكبر بكثير، اليوم الاحتلال الروسي أكبر بكثير، اليوم الاحتلال يعني الإيراني أكبر بكثير. هي بتجي ضمن السياق يعني ما بتلفت نظر أمام هاي حجم الكارثة الكبيرة، وهذا شيء طبيعي يعني إنتاج كارثي من ضمن كارثة كبيرة يعني. أستاذ علي معقول أنه مثلا يكون بشار الأسد بالنسبة لك صار تفصيل صغيرة ضمن هذا المشهد كلياته؟ يعني أنت اليوم هيك صرت تشوف المشهد بهاي الطريقة؟ يعني مثلا هذا الكم الهائل من الضحايا والشهداء كلياته ما شكلنا يعني ما شكلنا شكلت هاي الظاهرة البسيطة. أنا بعتبرها يعني استفزاز هي للمشاعر يعني استفزاز للناس لحتى يتركوا الهم الأساسي ويجوا يحكوا بهذا الموضوع. هذا شيء طبيعي يعني مثل إذا واحد مثلا إيده عم تنزف أو عرقه عم ينزف بيقول له ليك هداك سرق لي الألم مثلا أو شيء يعني عرفت كيف؟ طيب فهي كارثة صغيرة كارثة صغيرة ضمن الكارثة الكبيرة يعني أكيد. نعم اليوم داريا أهم بكثير من هيك الوقوف عند هذه التفاصيل لأنه ما يحصل الآن في الوطن سواء كان في داريا ولا كان في حلب ولا كان في الشمال ولا كان في الساحل ولا كان في أي مكان اليوم بده يفرز إفرازات يعني مسخرة. فهاي المسائل يعني بده تجي بشكل طبيعي يعني أمام الحجم الهائل الكبير من الممارسات اللا إنسانية يعني هاي ممارسة لا إنسانية ولا أخلاقية ولكن أمام الممارسات الأخرى الكارثية ولا شيء بتشكل يعني استفزاز. وأنا ما بنظر لهذا الاستفزاز يعني يخليه يستفزني بالعكس أنا بنظر لأنه لازم أشتغل لازم أعمل لازم أصبر عندي أمل وهدف أكبر من هيك أنه هذا الوطن يتحرر من كل هاي المظاهر. ان شاء الله استاذ علي تضلك دائما انت اللي عم بتورجي الصوره للناس بطريقه الكاريكاتيريه وهي طريقه كثير حلوه انا بشوفها. في منعطفات احيانا بحب ضيفها. تفضل استاذ علي. اكيد في منعطفات. الو تفضل استاذ علي بشكل مختصر تفضل. الو عم تسمعنا استاذ علي؟ استاذ علي على ما ايه الو سامعنا؟ للأسف إيه الظاهر بحب إيه الظاهر بحب ضيف بس مسألة إيه. واحدة تفضل. ألو ألو تفضل أستاذ علي نحن سامعينك. إيه
يبدو بأنه بتقصدوا بحالات من هاي الحالات الاستفزازية أنه يعني يوجهوا الأنظار ويعني ويعزلوها عن ال 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 عن الجريمة الكبرى يعني هو احتلال هذا الوطن والبراميل والقتل والذبح بحجة أنه والله في عصابات إرهابية وفي شيء. طبعا دائما أي نظام دكتاتوري يخترع المنظمات الإرهابية لحتى يقول للناس بتكون يعني أنا ولا بتكون هدول. فلازم نحن نضل ملتفتين للهم الأساسي هو تحرير الوطن من كل ظلم ومن كل استبداد ومن كل احتلال. أكيد أكيد. نتشكرك كتير أستاذ علي رسام الكاريكاتير العالمي، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم في تغطية العيد. شكرا كتير لإلك. شكرا كتير لإلك وكل عام أنتم بخير مرة تانية. نحن هلأ بدنا ننتقل لمراسلنا أنس تريسي من إدلب لنتعرف أكثر على الوضع هناك بخلال فترة عيد الأضحى المبارك. أنس كل سنة وانت سالم. أنس عم تسمعنا؟ كل عام وانت بخير يا أنس. مساء الخير هاني، مساء الخير غنيتا، كل عام وانت بخير. الحقيقة يعني اليوم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في عموم يعني البلدان العربية والبلدان المسلمة، يعني هي مناسبة. الحقيقة يعني الأجواء كان من المفترض اليوم تكون يعني أجواء عيد وأجواء فرح في محافظة إدلب بشكل عام، ولكن الطائرات الحربية شنت كتير غارات اليوم على البلدات والمدن والقرى، وارتكبت العديد من المجازر في المحافظة بشكل عام. كانت الناس عم تحضر حالة ل يعني زيارة الأقارب بهالمناسبة العظيمة، ويكون في أجواء فرح والأطفال ينزلوا على مدن الألعاب لحتى يعني يغيروا جو شوي، جو الحرب المستمر وجو الحرب اليومي والقصف المستمر من قبل النظام والقوات الروسية والميليشيات المساندة إلى. الحقيقة يعني الأجواء جدا حزينة بالمحافظة مع الأسف. كان من المفترض يكون في هدنة ووقف لأطلاق النار، ولكن على العكس تماما، يعني الطائرات الحربية من ساعات الصبح بكير شنت كتير غارات جوية على البلدات والقرى. مؤخرا يعني حوالي الساعة 5 المساء ارتكبت الطائرات الحربية السورية مجزرة فظيعة بحق الأهالي المدنيين في مدينة معرض نصرين، راح ضحيتها حتى اللحظة يعني 13 شهيدا يعني وعشرات الجرحى. هناك الكثير يعني من المصابين تحت الأنقاض. نعم يعني أنس، يعني نحن أكيد يعني حنطرق هيك طرقنا شوي للسياسة. طبعا تطبيق الهدنة صار الساعة 7 المساء. بعد 7 المساء صار في أحداث سمعته طيران، صار في قصف، صار في شهداء، في ضحايا من بعد الساعة 7 المساء. يعني كيف الوضع عندك؟ الحقيقة يعني بالضبط هاني، يعني بعد الساعة 7 المساء من المفترض يكون بدأ سريان تطبيق الهدنة أو التهدئة أو وقف العمليات القتالية ما بين الثوار قوات النظام، ولكن بحسب ناشطون وتنسيقيات الثورة السورية سجل إقلاع طائرتين حربيتين من مطار حميميم وطائرة حربية من مطار النيرب العسكري لتنفيذ غارات جوية جديدة سواء في حلب أو في إدلب. يعني إلى الآن لم تردنا أنباء جديدة عن ارتكاب الطائرات الحربية غارات جوية في محافظة إدلب، ولكن كما قلت لك يعني هاني قبل ساعة من الآن، قبل ساعات من الآن قرابة الساعة 5، يعني كان هناك مجزرة فظيعة في مدينة معركة نصرين حيث نحن الآن، وكان هناك أيضا استهداف القنابل العنقودية المحرمة دوليا لمدينة إدلب. طيب أنس، نحن شايفين حواليك مجموعة من الشباب، ممكن تشوف أراءهم، تحكي معهم، دردش معهم إن كان عن العيد والأجواء اللي عم بمروا فيها. تفضل إليك الهواء أنس. بالضبط هاني، يعني في الناس هون كثير حابين يعبروا عن رأيهم ويحكوا أكثر عن موضوع الهدنة والتهدئة
ويحكوا لنا اكثر يعني كيف كانوا عم بيحضروا حالهم للعيد. رح نبلش مع الشباب هون. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام. عرفنا بحالك. صافي البيك، اهلا وسهلا فيك. احكي لنا عن استعداداتكم، كان اليوم اول ايام العيد، كيف عشتوا اليوم عندكم بالبيت بالحاره الاهل الاقارب؟ والله يا اخي قصف، يعني ايام عيد الناس بتروح لعند بعضها بتجي عند بعضها، لا في هدنه ولا في اي شيء، عم تجي الطيارات الروسيه والسوريه عم تضرب هالناس هاي اللي قاعده في بيوتها، اللي بده يروح لعند قرايبه او بده يروح يشتري اغراض عم تجي هالطياره هاي بتطب كل شيء فوقه، يعني لا في عنا هدنه ولا في عنا شيء. 13 شهيد لحتى اللحظه هاي، وفي ناس تحت الانقاض، يعني هذا الشيء يعني عم بيتحدثوا انه في هدنه، طيب ما في شيء من هالشيء هذا ابدا، ما في هدنه ولا في اي شيء عنا خالص. الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير. السلام عليكم، كيفك عم؟ الله يعافيك. كيف صحتك؟ تعرفنا بحالك؟ ابو محمد. والله اهلا وسهلا ابو محمد. ابو محمد احكي لنا، انت من هون من البلد من معره مصريين؟ انا جاي لهون يعني تقريبا كنت هنيك وقت صارت المجزره. شارع ما فيه حدا، يعني ما في مدنيين وبياعين ادوات مستعمله وش اسمه بياعين مازوت، يعني بيقولوا شارع المازوت، كله مدنيين ما في حدا، يعني الشهداء كلهم مدنيين ما في ولا واحد انه يقول من الثوار. وصارت اجت الطياره وزتت صاروخ، يعني اول مره انا بشوفه مظله نزل، هذا دمار كبير للموقع، بيوت شيء اكثر من 20 بيت تدمرت كامله، عالم تحت وتحت الانقاض، واطفال اطفال على العيد عم تلعب هنيك كلهم صاروا حرقوا. والله حرق. حضرتك من حلب؟ عم نعم من حلب. انتوا نزحتوا لهون، طب كيف كانت استعداداتكم للعيد قبل هالمجزره هاي؟ استعدينا للعيد انه نشارك اهل المدينه هون معهم بالعيد، وبنروح بنشوفهم وكذا، هون انه اصدقاء وانه اقرباء هون يعني بنشوفهم. إما سبحان الله اليوم هيك صار في أساس هدنة، لا في هدنة ولا في شيء، النظام لا بتقيد لا بهدنة ولا بشيء نهائيا. وهذا يعني حادث مروع، يعني حتى العالم مصدومة يعني من الشيء اللي صار اليوم سبحان الله. يعطيك العافية عم، الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم، مين بيحكي الشباب؟ تفضلوا. تفضل. السلام عليكم، كيفك؟ السلام ورحمة الله. عرفنا بحالك؟ يا من الشاب مارت مصرين. أهلا وسهلا فيك يا من، احكي لنا كيف كان استعدادكم اليوم قبل هالمجزرة هاي، كيف كنتوا عم تحضروا حالكم للعيد؟ كنتوا واثقين بموضوع انه راح يكون في هدنة وتهدئة أو لا؟ لا من ناحية واثقين ما انا واثقين بالنظام انه راح يساوي هدنة، بس الاستعدادات كانت للعيد، اجواء العيد وكل الناس نزلت على السوق تشتري اغراض العيد، واليوم اول نهار العيد مثل ما بتعرفوا نزل العالم زيارات اقارب وكذا، اجى الطيران وضرب على اساس في هدنة، بس استهدف مواقع المدنية يعني ضرب أطفال ونساء، ولحد الآن هني تحت الأنقاض وعم يطالعوا. طيب عندكم بالبيت كيف كنتوا؟ وين بيتك أنت بالنسبة للمكان يعني اللي انقصف؟ بعيد شفت شيء بعينك؟ البيت بعيد عن المكان القصف تقريبا شيء 700 متر. طبعا يعني شيء طبيعي الإنسان يشعر بالخوف من هذا الضرب، فأكيد نساءنا وأولادنا وأطفالنا كلهم خافوا يعني. الحمد لله على سلامتكم. السلام عليكم، كيف صحة؟ السلام عليكم يا أستاذ. عرفنا بحضرتك. محمد علي غزال معبصين. أهلا وسهلا فيك، لو تحكي لنا كمان أنت عن مشاهدتك عن الموضوع، كيف كان استعدادكم العيد؟ تفضل شوي إذا سمحت لهون. العيد ناس تعرق عيد وأطفال بتعيد عزاز عيد، وشفت حكوا بالهدنة وما هدنة، بس ما في مصداقية للهدنة، نحن ما منأمل نظام كافر مجرم، ما بيأمل له. الكونغرس الأمريكي حكى انه ما بيأمله للمجرم الكافر هذا، هو والروس وكذا، قبل بمره هدنتين واخترق الهدنه، ونحن ما بنعتبر انه في هدنه طاوله يعني. كيف تنظروا للموضوع انتم هون يعني على اساس في اتفاق ما بين روسيا وامريكا لوقف العمليات القتاليه وراح يلزموا النظام بهالموضوع، شفتوا شيء من هذا الموضوع على الارض هون؟ ما شفنا شيء استاذ ابدا، ما في شيء ملزم ابدا، الا الطيران من الصبح بكير قبل صلاه العيد طيران عم بيطلع وبيضرب، انا عم بسمع القبضة عم بينفذ وبيضرب، ولا كاني ولا في هدنه ولا ابدا، ما عنده مصداقيه لا هو لا روسيا ولا ما في مصداقيه طاول. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. تفضل، يعطيك العافيه، كيفك؟ عافيك خير. كل عام وانت بخير اول شيء. وانت بخير، الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله على سلامتكم، تعرفنا بحالك؟ انا صدام سواس مهاري معك مصريين. اهلا وسهلا فيك، احكي لنا انت وين كنت وقت صار هذا الاستهداف، وكيف كان تحضيركم قبل هالاستهداف بالبيت، امك واخواتك؟
والله انا كنت بالعيد، انا عندي طالعاب لها في الاولاد بالعيد فرحهم كذا وهيك. سبحان الله لما صارت الضربه يعني صار في اصابه بالعيد، مع انه العيد بعيد عن الضربه شي واحد كيلو، يعني الاولاد من فزع هذا يطب حاله، هذا اللي يدوخ، هذا اللي يغمى، هذا هاي حسبي الله ونعم الوكيل. يعني صوت قوي للطياره وضربه قويه وشايف. يعني كنتم حاضرين حالكم، عملتوا شويه العاب للاطفال مشان يطلعوا يعني من جو الحرب وهيك؟ في العاب للاطفال عندنا كل عيد، يعني احنا بنعمل العاب للاطفال وكذا واي شيء مشان. نعم اناس، يعني نحن اكيد بنتمنى اكيد السلامه لكل اهالينا في ادلب وخاصه بمعره معصرين. عم تسمعني اناس؟ يعني لما عم يتجمعوا هالاطفال أناس كلهم سوا وعم بيجي الطيران، كيف عم تتصرفوا بهالحالة؟ في عنا أبنية على ما يبدو كمان ما عم بيسمعنا أناس. نحن أكيد بنتمنى كل الخير والسلامة لأهلنا في إدلب وأكيد كل أهالينا بالداخل السوري. أناس تريسي مراسلنا كان معنا من ريف إدلب، شكرا كثير له، وأكيد كمان معايداتنا لأهالينا بالداخل السوري. بدنا نروح هلا للإنشاد الإسلامي متلقا بالمناسبات الدينية خاصة بالأعوام الأخيرة، ونعرف نحن كمان أنه الإنشاد كان مناصر كثير لقضايا الشعوب العربية وأيضا بمطالبها بالحرية. نعم هاني، ومن أوائل المنشدين اللي صدحت أصواتهم وكان ما يزال هو المنشد السوري يحيى حوال، بيسعدنا استضافته بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك، تفضل. اهلا وسهلا فيك، كل سنه وانت سالم استاذ يحيى. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب. اهلا وسهلا فيك. يعني سيد يحيى، مين بتحب تعايد اليوم بمناسبه عيد الاضحى عبر شاشات اورينت؟ يعني اسمحوا لي بدايه توجه بالمعايده لوالدتي قبل كل شيء، بقول لها كل عام وانت بخير، كل عام وانت ست الكل، حبيبتنا وحبيبه العائله كلهم. وتوجه كمان بالمعايده والتهنئه لعمي اللي رباني، عمي اللي رباني اللي فقد من البارح ابنه شهيد في القصف الروسي الإجرامي. استشهد ابن عمي وزوجته وأولاده كلهم كعائلة كاملة استشهدوا في الله يرحمه في القصف. فاسمحوا لي أوجه له التهنئة والتعزية أيضا عبر شاشتكم. نحن كمان ونوجه أكيد كمان التحية لكل شعبنا الصامد داخل سوريا، ومنقول للمجرمين داخل سوريا مهما حاولتوا ما راح تنزعوا الأمل من قلوبنا، ما راح تقدروا تنزعوا بذرة الفرح والسعادة من قلوبنا في هالأيام المباركة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. ونحن كمان بدنا نبارك لك، إجالك يمكن صبي قبل أسبوع تقريباً، لسه يومين قبل يومين. ألف مبروك إن شاء الله. شو سميته؟ والله لسه عاملين تصويت على الفيسبوك اليوم، مفترضين زي ما بين آدم وكريم لسه. ها نسميه آدم ولا نسميه كريم لسه؟ ها يعني أنت شو بتختار؟ أنا رايح لاسم كريم. كريم الاسمين حلوين صراحة، وأنا كمان برجح كريم. كريم نحن احتمال نرجح آدم بالمناسبة، لأنه راح يكون اسمه آدم حواء. ايه صحيح. آدم حواء صح، ما في آدم بس ما في واحد من بيت حواء من عائلة حواء. يعني صح يا خليك معنا. نحن هلا رح ننتقل لعنا لاستوديو راديو اورينت حتى نشوف اكيد كيف الناس عم بتكون معيدة بسوريا، عم بتواصلوا معنا عبر الراديو وعبر البرنامج حاليا مع زميلنا عمر. عمر كل عام انت بخير. انت بألف خير فانيتا وهاني وضيفكم الكريم. أنت بخير ألف خير عمر، تفضل إليك الهوى من شان التهاني والمعايدات. طبعا ما بخبرك هاني قديش عنا مسجات من مستمعين راديو أورينت ومن مشاهدين أورينت نيوز بهالمناسبة. طبعا عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وكل مشاهدينا وكل مستمعينا بألف ألف خير، وينعاد علينا وعليكم جميعا بالتحرير والحرية والأمان. ان شاء الله يا عمر. اكيد نحن هلا بدنا نسلمك الهواء هيك تحكي لنا بشكل مختصر عن المسجات اللي وصلتك والمعايدات. يلا هلا مبدئيا من ام محمد من سوريا بتقول السلام عليكم، انا ام محمد، كل سنه وانتم سالمين، تحياتي لراديو وتلفزيون اورينت، الله يسعد صباحكم ومساكم وكل اوقاتكم. شكرا لك ام محمد.
طبعا كثير منهم بيكونوا مستمعين لصح النوم سوريا، مستمعين مواظبين يعني. وهلا كمان عم تجينا مسجات من المشاهدين اللي عم يتفرجوا علينا حاليا من هدى، عم تقول يا رب العيد الجاي كلياتنا بنكون مجموعين بسوريا وبنحتفل بالعيد وبسقوط النظام. امين يا هدى، ان شاء الله هيك يا رب كل الاماني هي بتتحقق حتى قبل العيد الجاي. من كمان عنا عماد النائلي من إسبانيا عم يبعث لنا، عم بيقول لنا بعث لنا كتابة لطيفة جدا لعيد الأضحى، وعم بيقول كل عام وانتم بخير. شكرا يا عماد، وإن شاء الله كلياتنا بنلتقي بسوريا وبنتعرف على بعض وش لوش. طبعا في عنا كمان عماد من معرة النعمان عم بيقول مساكن سعيد وشكرا لكم على هذا المجهود، واجبنا هاد عماد. عم بيقول كل سنة وانتو سالمين والأهل كلهم إن شاء الله يوصل. عماد من معرة النعمان، في حال أهلك عم يتفرجوا علينا كمان من لكم عماد بيسلم عليكم بيقلكم كل عام وانتو بخير، وإن شاء الله يا رب اللقاء قريب بإذن الله يا عماد. كمان عنا طبعا مستمعة غالية جدا أم جنى، كل عام وانتي بخير أم جنى، وبتسلم علينا جميعا على كل طاقم راديو أورينت وتلفزيون أورينت. الحقيقة الوقت كتير ضيق، المسجات كتير كتيرة، إن شاء الله هيكون قدرت يعني قد ما بقدر. طبعا أم عذاب من حلب، أرقام آخرها 663 من الأردن، وكتير يعني ما بقدر استثني حدا للأسف الوقت قصير. بنرجع لعندكم هاني وفانيتا. اكيد بدنا نشكرك عمر، واكيد بدنا نعايد لكل الناس اللي بعتونا واللي ما بعتونا كمان. طبعا احنا نعايد عليهم يعني، هلا اسمائهم بطلت غريبه علينا، كمان بعايد عليهم اكيد جميعا فردا فردا اللي بعتوا لك كلهم، وعلى اهليهم ان شاء الله كمان يكونوا بصحه وسلامه. شكرا لك عمر كثير. شكرا لك عمر. استاذ يحيى حبيب. يعني كانه ملاحظ انه الانشاد او المنشدين كانوا اكثر جراه من مثلا من المطربين والفنانين باعلان مواقفهم، وايضا بالغناء للحريه وللشعوب وللثورات، صح هذا؟ انت بتايد هيك موقف، وشو السبب ليش بترجعوا هذا الشيء؟ احكي ويمكن بعض البعض يزعل. ممكن لانه المنشدين عندهم مبدا اكثر من كثير من الفنانين المطربين اللي كانوا عم يمثلوا على الشعوب صراحه، وكانوا عم يقتاتوا على موائد وعلى نسميهم مرتزقة. كشف الزمن لنا أنهم كانوا مرتزقة، وكانوا يتغنوا بالمبادئ، تغني يطلعوا لهم مبادئ ولا شيء. المبادئ عندهم مين بيدفع لهم أكثر، أو مين اللي كانوا يغنوا للأنظمة أكثر يعني. باختصار يعني ما بدي أحكيها لكن أنت حكيتيها. فقد يكون لأنه المنشد حامل مبدأ حقيقي في قلبه في صدره، هذا اللي خلاه يوقف مع الشعوب، وما مثل ما بيقولوا ما نخسران شيء من جهة، ومن جهة تانية أنه هو أخذ عن مبدأ وقناعة أصلاً الرسالة الفنية اللي كان منطلق فيها. تعرضت شيء أنت لضغوطات خلال كتير بالبداية؟ طبعاً بالبداية كتير غضب. أنت من وين؟ من إدلب أستاذ؟ أنا يعني. من حما. من حما. أنا من حما، وأنا أصلاً والدي استشهد بإطلاق الرصاص عليه بأحداث حما أمامي يعني. أنا كنت صغير يعني 5 سنين لما جابون ووقفون قدامنا، فأنا بالنسبة لي يعني قديم معارض للنظام، قديم ما جديد، وكنت محروم أدخل على سوريا أصلاً يعني. سوريا كنا نشوفها بس بالفيديوهات وشوفها لدرجة أنه مرة كنت أدخل على سوريا تهريب في أواخر التسعينات، كنت أدخلها تهريب يعني بس مشان أدخل شوف بلدي يعني قد ما محرومين. دخلت ولا ما دخلت؟ خلص بس هلا فيك تقول دامنا يعني كنت ودي يدخل تهريب، والله اعلم شو صار بعدين. الله اعلم بلد يعني. خلي النهايه تكون مفتوحه للجميع يعني، هن يختاروا شو يكون النهايه. طب يعني بس عن طريق تركيا مو عن طريق لا تمام ما تقلق. طبعا انت انشدت بكثير مسارح عربيه وغربيه كمان، كنا اللي بنسمع انه انت كنت تحمل علم الثوره خلال انشادك على المسارح. صحيح. تحكي لنا شوي عن تجربتك بهالموضوع. انا كنت احمل علم الثوره لاني بتشرف اني انا بعتبر حالي ابن هاي الثوره، وبعتبر حالي من السفراء لهي الثوره، اني انقل هموم الشعب السوري للعالم، في سواء العالم العربي في بعض البلاد العربيه او حتى في البلاد الغربيه. تعرضت حتى لبعض الضغوطات من بعض المنظمين انه
هذا يعتبر مدلول سياسي لو سمحت ما تطالع وكذا. فقلت قل لهم اوكي واتفق مع بعض الجمهور انه يا ريت وانا على المسرح طالعوا تلبسوني اياه. فبقول له يا اخي الجمهور لبسني انا ما لي علاقه يعني. انا استاذ يحيى خلص وقتنا تماما. نحن بدنا نشكرك لوجودك معنا واكيد بنتمنى لك عيد سعيد. طبعا لازم نضيفك يعني هذا مو ديكور لا مو ديكور تفضل بدنا نختم نحن هلا بغنيه ياسمين الشام هلا بدها تطلع تفضلي بنتها أكيد. بعدين انت بعدين اوكي طبعا شباب جبنا فاين يلا ما في الكاميرا طبعا نحن بدنا نشكركم مشاهدينا اكيد ولمتابعتكم ونحن اكيد بكره بنلتقى فيكم بتغطيه اخرى وايضا في امان الله. شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا كمان ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا ويسعد مساكم. نتمنى لكم ليله سعيده. نحن هلا رح نكون مع يحيى حوا. آه يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزين يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزين يعني الحرية ملكي.